السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كندل لنشر الكتب على منصة أمازون. سؤال هطرحه على نفسي وأرد على هذا السؤال بمنتهى الأمانة: ماذا لو أنا شخصيا هبدأ من الصفر في هذا المجال؟ وماذا لو رجع بي الزمن ل10 سنين مثلا وحبيت أبدأ في هذا المجال؟ أولا، لو أنا معيش ميزانية تسمح لي إن أنا أشتغل في مجال النون فيكشن أو الفيكشن، أنا همسك في مجال كندل لنشر الكتب ذات المحتوى القليل أو بدون محتوى. بعد كده أشوف الأدوات اللي هي بابلشر روكت وكيد سباي أقدر أشتريهم. لو أقدر هتكل على الله وأشتريهم وأبدأ أشتغل من خلال هذه الأدوات. معيش هشوف ايه هي الاشياء المجانية واشتغل من خلالها. طيب السؤال التالي: ما هو النيش اللي انا كنت هشتغل بقى عليه وامسك فيه واحب ان انا اتعمق فيه جدا؟ احب اتعمق جدا في الاكتيفيتي بوكس بكل انواعها. كنت هشتغل على ما يسمى اكتيفيتي بوكس، وانا حابب حقيقة هذه الفكرة، وهبدأ اضع في كتاب واحد اكتر من اكتيفيتي. زي ما انتم شايفين هنا ده عبارة عن ايه. اولا الاساس ان احنا هنا بنتكلم عن دوجز، بعد كده انا بتكلم عن كالورينج بوك، وفي نفس الوقت كمان اكتيفيتي بوك. لمين؟ للكيدز. ايه بقى الاكتيفيتيز اللي موجوده؟ 1 وورد سيرش، 2 دوت تو دوت، 3 ميزز اند مور كيدز كالورينج اكتيفيتي بوكس. طبعا كنت اعمل كتب اكيد منفصله لكل اكتيفيتي من هذه الاكتيفيتيز، ولكن انا هكون حابب جدا فكره ان انا اضع اكتر من اكتيفيتي في كتاب واحد. طبعا احنا اتكلمنا مرارا وتكرارا عن السوفت وير اللي انا اقدر من خلاله اعمل هذه الاشياء. فلو بتسمعوني لاول مره ومتعرفوش ايه هو السوفت وير اللي ممكن يعمل هذه الاشياء، ده السوفت وير اللي تقدر من خلاله تعمل كل هذه الاشياء. تقدر تعمل كتب عن السودوكو، هناك كتب كثيره طبعا على امازون للسودوكو فقط، او للوورد سكرامبل، دوت دوت وورد سيرش، تيك تاك تو، وهانج مان، 1 2 3 4 5 6. هذه الأنشطة الستة تقدر تعملها من خلال هذا السوفتوير. طبعا هتلاقوا الروابط موجودة مباشرة أسفل هذا الفيديو. ده سوفتوير خاص بالكتب اللي هي للأكتيفيتي بوكس للأطفال، لكن السوفتوير ده بيكون للكبار مش بس للأطفال، اللي هو البازل بوك ماستري. وطبعا السوفتوير ده وده لنفس الشخص. في سوفت وير منفصل لشخص اخر بيعمل الميزز، هو ده، وانا برضو هترك لكم الرابط بتاعه. يمكن ده غالي شويه، 47 دولار، لكن هو ده حقيقة اللي موجود. ما انا مش شايف غيره حاجه تكون احترافيه وبجوده عاليه بتعمل الميزز. ايضا هناك كورس تقدر من خلاله تتعلم وتعرف السوفت وير اللي تقدر من خلاله تنشئ المندالة، لو الشباب يعرفوا المندالة. ده كورس لأليساندرو، أنا يمكن اتكلمت عنه من فترة، وده تقدر من خلاله تعمل بقى ما يسمى مندالة. هيعلمك بالتفصيل السوفتوير المجاني وإيه هو السوفتوير المدفوع اللي تقدر من خلاله تعمل ما يسمى مندالة. إذا عندك هنا سوفتوير للمندالة، عندك سوفتوير للبازلز، في هنا الميزز، وهنا البازلز للأطفال. لو حابب تختار حاجة من الأربعة دول تبدأ بيها، أنا اختياري هيكون هذا السوفتوير فقط لا غير. طبعا جميع هذه الأنواع الأربعة اللي أنا بفرجكم عليها طبعا موجودة عندي، وأنا لا يمكن أرشح لكم شيء أنا معرفوش ومش بستخدمه. طيب أرجع تاني لهذا الكتاب لفاليري، دي صورتها. فاليري على فكرة ما عملتش غير كتابين، ده وكتاب آخر عن الهورسز اللي هو الحصنة. يعني احنا دلوقتي في مايو، فتقريبا 3 شهور. هذا الكتاب شوفوا بقى بيعمل كام عشان تعرفوا. لو تعمل كتاب باحترافية شديدة وتحط فيه مجهود وتضع مجهود في الغلاف وتصرف عليه، الكتاب ده فقط اللي هو بقاله 2 3 شهور بيجيب لها تقريبا 2700 ومقرب على 3000 دولار. هي لو تعمل له دعاية وتهتم بيه هيجيب لها اكتر من 3. واضح ان الكتاب فيه احترافية شديدة. ده الانسر كي للغاز اللي موجودة داخل الكتاب. طبعا انشطة متعددة. فانا بس حابب افرجكم ان احنا لو عملنا شيء باتقان ممكن يغنينا، فده اللي انا حبيت افرجكم عليه. ولو جينا بسرعه هنا على صفحه فاليري دينين هلاقي ان عندها كتاب اخر عن الهورسز. الكتاب ده في 17 ديسمبر 2019، بقاله 5 6 شهور. الكتاب ده بيجيب لها كام؟ هذا الكتاب بيجيب لها ايضا 2794. الكتابين على بعض بيقربوا على 5 6000.
فخلاص يعني دول يكفوها طبعا جدا. برضو تلاحظوا هنا ان نفس الفكره الكالرينج اند اكتيفيتي بوك فور كيدز هنا اشتغلت على موضوع الهورسز، نفس التكنيك الستايل اللي هي مستخدماه في الكتاب الاول، نفس الطريقه هنا الفورماتنج بتاعه، وبعد كده بتجيب لك بقى البازلز نفس الفكره ونفس الطريقه بالانسر كي بتاعها. اما هذه المجموعه اللي قدامكم فدي مجموعه ممكن تكون شركه صغيره من افراد تخصصوا فقط في كتب التلوين، اللي انا بقول لو انا هبدأ من 10 سنين انا هشتغل على الاكتيفيتي بوكس بكل انواعها اللي منها الكالورينج بوكس. ودائما وابدا بكلمكم عن اليونيكورن وعن الميرميد، المندالة زي ما انتم شايفين هنا، الديناصورات، يعني هم مركزين على الانواع اللي احنا بنتكلم عنها بالتفصيل. فدي برضو فكرة حبيت افرجكم عليها، كتابين حابب استعرضهم بس قبل ما اسيبكم. والاتنين لو قلنا ايه هو النيش بتاعهم، الكتاب ده اسمه I'm a confident, brave, beautiful. طبعا ده اكيد مش النيش ولا حاجة خالص، هو ده اللي انا بدور عليه، A coloring book for girls. الكتاب ده بيعمل ارقام كبيرة جدا، ويمكن انا استعرضته زمان معاكم على القناة هنا. الكتاب ده بيعمل $105,000 في الشهر، كتاب رائع. الكتاب ده قديم ولا جديد؟ الكتاب ده بقى افيلبل في 13 نوفمبر 2017، هو الكتاب رقم واحد في هذه الكاتيجوريز، 35 في التصنيف العام. كتاب فكرته سهلة جدا، ما تنسوش ان ده برضو كتاب تلوين، لكن الساب نيش بتاعه بقى بنتعمق اكتر، بنتكلم عن كالرينج بوك للبنات فقط لا غير، وجميع الرسومات هنا هتكون لها علاقة بالبنات، هي افكار ولكن بتكون افكار خارج الصندوق. يبقى انا هنا بتكلم عن كالرينج بوك فور جيرلز، هنا برضو ده كتاب، لكن الكتاب ده جديد نوعا ما في جون 2019، ما بقاش عليه سنة، يمكن الشهر الجاي بقى يكمل سنة. ده برضو بيتكلم عن كالرينج بوك فور جيرلز، زي ما انتم شايفين الكفر رائع جدا حقيقة، وحتى الرسومات يمكن هي دي الرسمة الوحيدة اللي موجودة هنا، او في هنا كمان دور في ظهر الكتاب، رسومات بتبين ان اللي رسم الحاجات دي واحد فنان رسام يعني محترف. وده الكتاب اللي عملوه، هل عندهم كتب تانية؟ لا، طالما طلعت بالمنظر ده يبقى ما عندهمش غير هذا الكتاب. اللي بيجيب كام بقى؟ تعالوا نشوف كده هذا الكتاب بيجيب كام، 4364 في الشهر. كده اكون جاوبتكم عن السؤال، لو عاد بيا الزمن 10 سنين ولسه هبدأ فروم سكراتش من الصفر، هشتغل على اي مجال؟ هشتغل على كتب بدون محتوى او بمحتوى قليل، دي رقم واحد. رقم اتنين، هشتغل على اي نيش؟ همسك فيه الاكتيفيتي بوكس، كتب الانشطه بجميع انواعها، البازلز والميزز، السودوكو بقى والدوت دوت وهذه الاشياء، وطبعا الكالرينج بوكس. واجي على الكالرينج بوكس هشتغل على اكتر من محور، منها مثلا الميرميد، منها اليونيكورن، منها الديناصورات وهكذا، منها مثلا حاجة زي اللي انتم شايفينها دلوقتي اللي هو الكالرينج بوك فور جيرلز. ايه كمان هشتغل عليه؟ هشتغل على اي سباي. ولو جينا هنا بالبابلشر روكت وبصينا على اي سباي، انا بس كتبت له اي سباي بوكس، طلع لي مجموعه من الكتب. شوفوا هنا جميع هذه الكتب اللي طلعت لي كلها يعني من يومين، من 3 ايام. الايدج هنا، ده الكتاب ده من يومين، بصوا بيكسب كام، ده لسه محطوط يعني ما فيش. الكتاب ده من 3 ايام، بصوا هنا بيجيب كام، ده معناه ان هو بيبيع، تمام؟ فدي الفكرة. في كتب ما بتبيعش طبعا، في كتب بتبيع، لكن اللي انا عايز اقوله ان كلها كتب هتبدأ تجيب فلوس، زي ما انتم شايفين الكتاب ده مثلا من 3 ايام، وهنا شايفين المونثلي سيلز متوقع تبقى 343 او اكتر طبعا. ايضا نقطة اخيرة، لما جيت هنا كتبت له كالرينج بوك فور جيرلز، طلع لي جميع هذه الاقتراحات، ودي من مزايا طبعا السوفت وير اللي هو الببلشر روكت. وكتير الشباب اللي بيسالوني ايه الفرق ما بين ببلشر روكت وكيد سباي، ببلشر روكت ده سوفت وير، اما كيد سباي فده عباره عن اكستنشن او امداد انا بحطه على البراوزر بتاعي. وانا بستعرض هنا بصيت على رقم كام، هي دي، شوفوا هنا الكومبيتيتيف سكور 65 يعني اقل من 70. فانتوا بقى بصوا على هذه العباره المفتاحيه، ممكن بقى تكملوا وتشوفوا هنا الباقي من خلال الاناليسز، تشوفوا وتكتشفوا هذه الانواع الاخرى. انا بكده اكون استعرضت معاكم الفكره كامله، لو انا هبدا من 10 سنين هشتغل على اي نوع من الكتب، هشتغل على اي نيش، هشتغل على كتب الاكتيفيتي بوكس، واخيرا اتكلمت عن اي سباي. عندي بس سؤال اخير قبل ما اسيبكم، سنه 1992 يا ترى انتم كنتم فين؟ انا كنت في الجامعه، في جامعه اسكندريه قسم اللغه الانجليزيه، كنت بدرس الادب الانجليزي. في سنه 92 هذا الكتاب عن اي سباي
تم نشره. يمكن ده من اقدم الكتب اللي احنا ممكن نشوفها. الناس دي انا معرفش جابوا الفكر ده منين، ان هم سنة 92 يفكروا ويعملوا هذا الكتاب. الكتاب ده اللي هو من سنة 92 اللي عامله 3 مؤلفين وما شاء الله عليهم، فكر متطور جدا. طبعا بنتكلم عن كام سنة، يعني كمان سنتين يبقى 30 سنة. الناس دي بتفكر خارج الصندوق، فكرها متطور. هذا الكتاب اللي معمول من 28 سنة، شوفوا هنا حتى هذه اللحظة بيجيب لهم تقريبا 4000 دولار. ده المعنى الحقيقي لباسيف انكم. ناس عندها هذا الفكر من سنة 92 زالت هذه النوعية من الكتب شغالة. اي سباي وطريقة كتابتها بالشكل ده وطريقة الغلاف بهذا الشكل وبهذه الطريقة، اكتشفنا بقى مين صاحب هذه الأفكار. هؤلاء المؤلفون هم أصحاب هذه الفكرة. شوفوا هنا بقى، دي مجموعة كتب أخرى جديدة كلها، وفي طبعا أغلفة شكلها حلو. بصوا على هذه الأغلفة، بصوا على هذه الكتب، خدوا منها أفكار. بكده أنا أكون خلصت هذا الفيديو. ركزوا مع هذه الفكرة، فكرة إن أنا أضع أكتر من أكتيفيتي في نفس الكتاب. وما تنسوش بقى إن أنتوا عندكم هذه الأنواع من السوفت وير، ولو أنا مكانكم وحابب أختار واحد بس أنا هختار ده اللي بيديني كل هذه الأنواع. طيب بكده أنا أكون خلصت هذا الفيديو. بعض الشباب بيكتب لي في التعليقات، طب ما انا عملت كتاب من هذه النوعية وما باعش، ومين قال لك ان انت لازم من اول كتاب تاني كتاب عاشر كتاب لازم تبيع؟ انا شخصيا اعرف ناس عندها بال 500 كتاب وبال 1000 كتاب، وانا قلت لكم قبل كده عن هذا الموضوع. انشروا، اشتغلوا، اجتهدوا، اعملوا كتب، وربك كريم، ربنا يكرمكم باذن الله ويجي ان شاء الله الخير. محدش يعرف الخير هيجي امتى، لكن اللي علينا نعمله، اشتغل وما نقولش احنا عملنا وما فيش حاجة بتتباع. اشتغلوا واجتهدوا، انا فرجتكم وكل يوم بفرجكم على نماذج وعلى انواع وعلى ناس بتشتغل، في حاجات بتظبط معاها وفي حاجات ما بتظبطش. في النهاية حابب اعرف منكم ايه رأيكم في هذه الفكرة، ان انت تضع اكتر من نشاط في كتاب واحد، اكتبوا لي في التعليقات. شكرا لكم، بكده اكون خلصت هذا الفيديو. دمتم في طاعة، ولا تنسوا ان نسب الناس ومن يعني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.